ازاي ماما دلوقتي يا عادل؟ الحمد لله الحمد لله سبحانه. ان شاء الله هتقوم بالسلامة. ان شاء الله. دعي لها. خلي ايمانك بربنا كبير. ونعم بالله يا سوية. ونعم بالله. بس برضه ربنا يعرفوه بالعقل. يعني ايه؟ يعني عشان تقوم بالسلامة لازم تعمل عملية. وعشان تعمل العملية محتاجة لفلوس كتير قوي. ومال؟ تعمل العملية؟ وماله ده ايه؟ انت عارفة العملية هتتكلف كام؟ كام يعني؟ 30,000 جنيه. ياه 30,000 جنيه؟ ده مبلغ كبير فعلا. مشكلة بقى ان الدكتور بيقول انها لازم تعمل العملية فورا. احنا عشان ندبر مبلغ زي ده محتاجين وقت، وقت كبير. مش عارف اعمل ايه، مش عارف. معلش يا عادل، ما دقت اللي ما فرضت. خد دول. ايه ده؟ ايه ده؟ هتعملي ايه؟ لا ما تكسفنيش، اهي نوايا تسند الزير برضه. لا 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 متشكر متشكر، خلي غوايشي متشكر. معلش يا عادل خدهم عشان خاطري. ارجوكي عشان خاطري. عادل متشكر، انا لو معايا حق العمليه كلها كنت اديتهم. انا عارف طبعا ومقدر شعورك. انا ان شاء الله هتصرف وربنا هيفرجها. متشكر على اذنك. ايوه يا استاذ عادل، بس ده مبلغ كبير جدا يا فندم. انا هعتبره سلفه من الشركه وهسددها ان شاء الله حتى يتخصم من مرتبي. ما قلناش حاجه، بس ايه يا فندم؟ مبلغ كبير زي ده محتاج لوقت وموافقات واجراءات، وانت زي ما قلت لي مستعجل عليه جدا علشان موضوع العمليه. وانا هعمل ايه بس يا فندم؟ شوف يا عادل، انا مقدر ظروفك وموقفك وربنا يشفي لك الولد. شكرا. وانا من ناحيتي هحاول اني امشي لك موضوع السلفه ده باسرع وقت. ربنا يخليك يا فندم. بس اسمع، انت من ناحيتك برضو حاول تدبر المبلغ او حتى لو جزء بسيط منه. والله بحاول يا فندم وربنا يعلم. ماشي، ربنا يعمل اللي فيه الخير. شكرا شكرا قوي. هنفضل قاعدين كده نتفرج مش عارفين نعمل ايه. في ايدنا ايه نعمله؟ ومحمد حاطط ايديه في المايه البارده زي ما تكون مش امه ولا يعرفها. ما انت عارفه اخوك محمد لا يقدر يعمل اي حاجه ولا يتحرك اي خطوه من غير موافقه مراته الست امينه. وامينه هتموت على المليم. بالظبط كده. دول قعدوا بره مصر اكتر من 20 سنه، يعني اكيد عندهم فلوس كتير قوي. اكيد طبعا. يقوم يستخسر في ماما تمن العملية. تعملي ايه بقى في طمع الدنيا؟ صحيح، البني ادم ما يملاش عينه غير التراب. لا حول ولا قوة الا بالله. لا سلامتها الف سلامة يا استاذ عادل. الله يسلمك يا عم فتحي. ان شاء الله ربنا هرجعها لكم بالسلامة. تشكر وتعيش يا عم فتحي. المشكلة بس ان انا محتاج فلوس. وماله؟ من عينيا الاتنين، من جنيه لمية. لا مية ايه يا عم فتحي؟ أنا مش عايز فلوس سلف. ما اللي تقصد ايه لمؤاخذة؟ أنت مش كنت عايز تشتري الشقة بتاعتنا؟ وما زلت، وفلوسي جاهزة. احنا بقى مش عايزين نبيع الشقة كلها. احنا عايزين نبيع أوضة واحدة بس. ايه؟ أوضة واحدة؟ أوضة واحدة بس. اللي على الميدان، تقلبها محل زي ما أنت عايز. ممكن ولا مش ممكن؟ ايوه بس يعني. بس يا عم فتحي. لا ابدا ولا حاجه. خلاص يبقى اتفقنا. خدمه العمر بقى اللي انت هتعملها لي اننا نتمم البيعه دي باسرع وقت، يعني النهارده قبل بكره. ايوه بس مش لما تخرج الست الوالده بالسلامه من المستشفى. تخرج ده ايه؟ امال احنا عايزين الفلوس دي ليه؟ ليه؟ عشان ندفع لها حق العمليه. هي العباره كده بقى. كده امال ايه؟ لا مؤاخذه يبقى البيعة كده مش ممكن تتم. مش ممكن تتم؟ ليه بقى؟ ما هي لا مؤاخذة عشان البيعة دي تتم لازم الورثة كلهم يكونوا حاضرين ويمضوا، وأولهم الست والدتك.
انت عادل بصراحة زودتها قوي. انا عارف بقى، بس كان عنده حق. انا بصراحة يا جماعة الولية دي طول عمري بتغاظ منها، معرفش بقى ايه اللي حصل النهاردة، دمي غلي في عروقي، ما قدرتش امسك نفسي، لقيت نفسي بهب فيها وحصل اللي حصل. ايوه بس اللي حصل ده مش في مصلحتنا. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني امينة كده هتعند اكتر ومش هتخلي محمد يدفع ولا مليم. يا ابني وانت كنت متخيل ان امينة دي هتدفع مليم من اصله؟ ما انت عارف اكتر مني، دي طول عمرها بخيلة جلدة تموت على المليم. ما هو لو محمد كان شخصيته قوية ما كانتش اتحكمت فيه بالمنظر ده. ما هو كمان الاستاذ قال وراها يا جوز الست ومش عايزه يزعل، اكيد زعل طبعا. يزعل بقى ولا يتفلق، مش هي دي الحقيقة؟ انا اخوك تردني من الشقة؟ حقك عليا يا امينة. اخت عليك يا عادل اخت. يا امينة ما انا جاي اعتذرلك بالنيابة عنه اهو. وبعدين هو بأي حق يطردني من الشقة؟ احنا لينا في الشقة دي زي ما هو ليه بالظبط، مش كده يا محمد؟ تمام تمام مظبوط، مش احنا بنتخانق ونرجع نتصافى، مش كده يا محمد؟ تمام مظبوط. لكن انا لا ابدا لا يمكن افوتها له عشان انا قلبي اسود، مش كده يا محمد؟ تمام مظبوط. ولعلمك بقى انا كان ممكن ابهدلك واطردك من الشقه زي ما اخوك عمل معايا، لكن انا ما اعملهاش ابدا عشان انا قلبي ابيض، مش كده يا محمد؟ محمد. تمام مظبوط. احنا كلنا اخوات وامينة اختنا، مش كده يا محمد؟ تمام اختنا مظبوط. اسمع يا عادل، انا لما وافقتك على الموضوع اللي في ذهنك ده كان قصد المصلحة، المصلحة وبس. طبعا طبعا يا فندم. خليك خليك، انا مش عايز اتعرض لبهدلة وسيم وجيم والكلام اللي انت عارفه ده. يا فندم انا مش عارف سعادتك خايف من ايه، مفيش لا بهدلة ولا سيم وجيم ولا اي حاجة خالص، كل حاجة هتتم من غير اي مشاكل ان شاء الله. انت درست الموضوع ده كويس؟ طبعا يا فندم. وحسبت امورك صح؟ اطمن سعادتك هنلعبها بالظبط زي الكتاب ما بيقول. طب اسمع يا عادل، انا مش عايز اي حد في المصلحة يشم خبر عن الموضوع ده. طبعا يا فندم تحت امرك. يلا ربنا يوفقك ربنا يستر. قعدت اقول لها حقك عليا يا امينة، ما تزعليش يا امينة. ابدا اخوك مش ممكن. المهم قعدت حايل فيها لغايه يعني ما هديت شويه. تفتكر هتصفى كده بسهوله؟ يعني بقى المفروض يا ليلى ان زيارتي دي تلطف الجو شويه. بصراحه اخر حاجه كنت اتوقعها عادل يطردها من البيت. وانا كمان. امال هو راح فين؟ ما اعرفش، خرج من غير ما يقول. انا بقى عارف هو راح فين، اكيد راح يقابل فتح السمسار عشان خاطر الاوضه. تاني فتح السمسار وبيع الشقة؟ ماما المرة دي هتروح فيها. وبعدين ماما بقى لها 3 ايام في المستشفى واحنا لسه ما دبرناش المبلغ. انا رأيي يا جماعة ان احنا نكلم محمد. محمد تاني؟ ما ظنش. عشم ابليس يا حبيبي. طب وبعدين؟ انا عندي حل. ايه هو الحل ده؟ بعدين بعدين هتعرف. اتفضل يا سعد. شكرا. ايه يا عصام بيه؟ طلبت انك تقابلني. خير؟ كل خير ان شاء الله يا عادل بيه. واحنا بينا وبين بعض الا كل خير، بس انا ليا طلب صغير قوي. قوي قوم اقابل حسنين بيه. تقابل حسنين بيه؟ اشمعنى يعني؟ ابدا، مجرد ان اشرب معاه فنجان قهوه واسمعها منه بعظمه لسانه. جرايه يا كابتن، انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا ازاي بقى؟ انا واثق فيك جدا، ده انت اخويا وحبيبي، بس زي ما بيقولوا كده لكي يطمئن قلبي. ماشي، انا هعرض الموضوع على حسنين بيه ولو ان ما افتكرش انه هيوافق. وانا متاكد انه حيوافق. ليلى انا مش عارف اذا كنت في حلم ولا في علم، مش عارف اذا كنت انت ليلى فعلا
ولا الخيال اللي ما كانش عايز يفرق عيني ولا دماغي. انا ما كنتش مصدق وداني لما سمعت صوتك في التليفون. لا اصدق يا حاتم، ده اسعد خبر سمعته في حياتي. في الحقيقه يا حاتم انا فكرت في موضوعنا كتير ولقيت انك انسان كويس. انت شاب مكافح يا حاتم وطموح وقلبك ابيض واي بنت في الدنيا تتمناه. الله، قولي كمان يا لولا، من زمان وانا نفسي اسمع منك الكلام الحلو ده. انا مش مصدق وداني الحقيقه. على فكره انا غيرت النظاره مش واخده بالك، لا وبطلت شوكولاته وبطلت اشرب الشاي بالطريقه اللي تضايق. انا هبطل الشاي خالص. انا غيرت في نفسي حاجات كتير قوي، حسيت انها فعلا ما كانتش قوي مش مظبوطه يعني. ليلى، انا عمري ما تمنيت في الدنيا دي حد غيرك انت يا لولا يا حبيبتي. وانا تحت امر. طب تحب ارجع الشبكه امتى؟ الشبكه موجوده في البيت زي ما هي في علبتها. في الوقت اللي تحب. ولا اقول لك انا بفكر اغيرها. لا انا قررت اغيرها، هشحتها بصراحه. انا حاسس ان الشبكه دي كان وشها مش حلو علينا لولا. ولا ايه اللي تشوفه واحد؟ طب ممكن اجي اقابل ماما امتى؟ ماما دي ماما في المستشفى. ايه في المستشفى؟ لا طبعا انا لا يمكن اوقع على حاجه زي دي. يا فندم ده الراجل مش طالب اكتر من انه يشرب مع سعادتك فنجان قهوه. ولا فنجان قهوه ولا فنجان شاي. ارجوك يا عادل خليني بعيد عنها عن الصوره. يا سعاده الباشا ده الحكايه خلاص استوت قربت، فضلها دكه صغيره. ولا دكه صغيره ولا دكه كبيره، انا مش ناقص مشاكل ووجع قلبي يا عادل. طب وبعدين؟ اسمع، انتوا يا اما تكملوا الموضوع ده بعيد عني يا اما تفركشوا الحكايه دي من اولها، ويا دار ما دخلك شر. حاتم، وانت ايه اللي فكرك بحاتم دلوقتي؟ الظروف اللي احنا فيها دي. يعني ايه؟ مش فاهم. انا قررت اتجوز حاتم. قررتي؟ يعني ايه قررتي؟ انت مش حاسه بالظروف اللي احنا فيها؟ ازاي يا ليلى تفكري في الجواز في وقت زي ده؟ ما انا علشان الظروف اللي احنا فيها دي قررت اتجوز حاتم. اشمعنى؟ قد انت شايف عادل ظروفه مش قد كده، ومحمد حاطط ايده في المايه البارده ولا كان الموضوع يخصه خالص. طيب وبعدين يعني؟ ما هو اذا كانت حياه ماما في كفه وجوازي من حاتم في كفه فانا قررت اتجوز حاتم. انا بصراحه مش فاهم منك اي حاجه. بعدين هتفهم. ألف مبروك يا سيدي، المراقصة رسيت عليك وأمر التوريد شفته بعينيك. عايز حاجة تاني؟ لا كده تمام، آخر تمام. بس يعني بس إيه تاني؟ لو كنت قعدتني مع حسنين بيه تاني. هتقولي حسنين بيه؟ أنت مش شفت أمر التوريد بعينيك؟ عايز إيه تاني؟ خلاص هدي نفسك يا عارف بيه. أنت أمر غريب جدا يا عصام بيه. خلاص يا سيدي حقك عليا. خلاص أنا آسف كده. لازم يعني تعصبني وتنرفزني؟ قلنا خلاص يا عارف بيه خلاص. المهم هتسلمنا امر التوريد امتى؟ وقت ما تحب، بس ما تنساش اللي اتفقنا عليه. قصدك ايوه قصدي. انا عندي وعد. خلاص يبقى اتفقنا. تحب تستلم المبلغ امتى؟ في المكان والوقت اللي انت تحبه، انا تحت امرك. ميرسي يا علي. متر، تحب تشرب حاجه بارده؟ اثنين كابتشينو. اهلا يا كابتن. امينه. نعم. مش واجب برضو اروح ازور امي تاني بعد اللي عمله اخوك فيا؟ اخويا عادل ماله ومال امي؟ دي امي عيانه في المستشفى، هنروح نزورها في المستشفى. بحسب. ماما، هو مين عامل اكل ده النهارده؟ كله انت ساكت. امينه. مش واجب برضو يعني تيجي معايا؟
نعم يا حبيبي، اروح معاك عشان اللي ما يتسماش اشوف وافتكر اللي حصل لي قبل كده يتحرق دمي. خلاص 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 خلاص، اروح لوحدي. لو ماما 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 ايه؟ مين عملك ده النهارده؟ ادي ازازه خالص، خد غيرك. بابا 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 ساتر، وانت كمان عايز تروح لوحدك عشان يستفردوا بيك؟ دي كلمه ده كلمه يسخنوك عليا مش كده؟ طبعا ما انا عارفاك. انت ايه بس يا امينه بس؟ لا عاجبك اروح لوحدي ولا عاجبك تيجي معايا، اعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ بص ما تروحش خالص. ما اروحش خالص ازاي بس؟ دي برضو مهما كان امي امي. حركتني. بص روح بس على شرط. اللي هو؟ 7,500 ما يزيدوش مليم واحد. انا شايف انه يعني من العدل ان انا وعادل نقوم بمصاريف العمليه. اصل ليلى ومحمود هيجيبوا منين؟ يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني عادل يدفع 15 وانا 15. هلا 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 عماله كده بقى. انا مش حاكم. لا معلش الكلام ده تقوله لوحده غيري مش انا. هو انا قلت ايه بس؟ قلت ايه؟ النهارده 15 بكره 30 بعد بكره لازم تجهز ليلى اختك. لا لا مش للدرجه دي يعني. يا سلام، وانا هستنى لحد ما تبقى للدرجه دي. يلا بينا. يلا ايه؟ مش هتكملي اكل؟ لا معلش لازم اروح معاك، رجلي على رجلك. طب كلي حاجه حاجه. لا يا مليت بختك يا محمد، يا ملت بختك يا اخويا. اليوم اللي تطبخ فيه طبيخك يتدلق. سلام يا سيدي. هو انت؟ ايوه بيه. في حد في الدنيا خبط على حد بالطريقه دي؟ ما حدش بيفتح يا بيه. ما هو طبعا ما فيش حد هيفتح، لان ما حدش يعدي على حد في وقت متاخر زي ده. مش متاخر ولا حاجه دلوقتي يا بيه. احنا إيه؟ احنا لا هتفتح لي المطعم. بس عايز ايه؟ المعلم فتح السمسار عايز حضرتك. فتح السمسار عايزني انا؟ ايوه بيه. طيب روح قول له ان انا هعدي عليك النهارده الساعه 8. ماشي يلا. عادل عايز اقول لك على حاجه، بس ارجوك ما تكسفنيش. خير يا سرية؟ خد دول. ايه دول؟ مبلغ بسيط قوي، 5,000 جنيه كنت محوشاهم للزمن. متشكر متشكر قوي يا سرية، بس خلي فلوسك معاكي. ارجوك يا عادل ما تكسفنيش. ارجوك انت يا سرية بلاش تحرجيني اكتر من كده. يظهر انت ما تعرفش معزتك عندي قد ايه. لا عارف، ومتشكر قوي على شعورك ده. على ايه يا عادل؟ هو في فرق بيننا؟ لا ابدا مفيش فرق، ربنا اللي يعلم يا سرية. انا بعتبرك زي اختي ليلى بالظبط.
يا ست الوالده دخلت المستشفى من امتى لين؟ من حوالي 3 4 ايام. الدكاتره اللي كشفوا عليها قالوا عندها ايه بالظبط؟ عندها جلطه. جلطه؟ يا ساتر يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك يا ليلى، ما تعرفيش العمليه هتتكلف كام تقريبا؟ ايوه حوالي 30,000 جنيه. فهمت. في حاجه؟ ها؟ لا لا ابدا، سلامتك. ما فيش اي حاجه. حازم، انت ممكن تسلفني المبلغ ده؟ طبعا يا ليلى، وقت ما انت عايزه، تحت امرك. بتتكلم جد؟ امال ايه يا ليلى؟ الفلوس هتوصلك بكره، بكره ان شاء الله هجيب لك شيك بالفلوس. انا مش عارفه اشكرك ازاي. على ايه؟ على ايه يا حبيبتي؟ على ايه يا ليلى؟ اتفضلي. شوفي عادل بيه، انا مقدر كويس قوي الظروف الصعبه اللي انت بتمر بيها اليومين دول. تشكر يا عم فتحي، كلك ذوق. عشان كده قعدت افكر واتدبر وقلبها في دماغي شمال ويمين لحد ما لقيت لك حل للمشكله دي. خير يا عم فتحي؟ انت طبعا عايز تبيع اوضه من الشقه عشان تعالج بيها ست الوالده، ربنا يشفيها ويرجع لك بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. ها وبعدين؟ عشان الاوضه دي تتباع لازم الست الوالده تمضي، لانها برضه من ضمن الورثه، صح؟ صح. انا بقى لقيت لك حل للمشكله دي. ازاي بقى؟ سيادتك لمؤاخذه هتمضي بدالها عشان نمشي البيعه. امضي بدالها؟ لكن ده يبقى تزوير يا عم فتحي. ولا تزوير ولا حاجه، ما تكبرش الحكايه قوي كده. يعني ايه؟ مش فاهم. انا فهمك، هو يبقى تزوير في حاله واحده بس. ايه هي؟ لو الست والدتك قالت ان دي مش امضتي. كمل عم فتحي. وطبعا انت بتعمل الحكايه دي كلها عشان مصلحتها، مش معقول بعد ده كله هترجع وتقول دي مش امضتي. يعني والله كلام معقول برضه. صدقني يا عادل بيه، انا بعمل كده عشان خاطرك، عاوز مصلحتك. مفهوم يا معلم فتحي. وانا لا مؤاخذه انا راجل دغري، لا بتاع كده ولا بتاع كده. عموما اديني فرصه اقلب الحكايه في دماغي وافكر في الكلام ده. فكر براحتك وانا تحت امرك. بكره ان شاء الله يا عم فتحي هرد عليك، واللي فيه الخير يعمله ربنا. بس ده يبقى اسمه تزوير. يا ابني انت بلاش الكلام الكبير ده، ولا تزوير ولا حاجه. يا سلام، ازاي بقى يا اخوي؟ انا اقول لك ازاي؟ هي ماما ان شاء الله بعد ما تخف وتقوم بالسلامه ممكن ترفع عليا قضيه تزوير؟ لا طبعا. خلاص. بعدين يعني انا بعمل كل ده عشان مين؟ مش عشانها؟ وعشان خاطر اجيب لها فلوس العمليه بتاعتها؟ بصراحه عادل انا مش عارف اقول لك ايه. خلي سي محمد اخوك بقى يتفرج على الهنا اللي احنا فيه، ولا هو بس اخونا الكبير بالاسم؟ ما كنتش متوقع انه يطلع ندل للدرجه دي كمان. سيبه خليه نايم في العسل مع الست امينه بتاعته. طبعا مش موافقه على حكايه بيع الاوضه دي. والله بقى ده الحل اللي عندي. عند حضرتك حل تاني اتفضلي قوليه. ايوه عندي. ايه هو؟ بعدين هتعرف. ايه حكايه بعدين دي؟ هو سر. ليلى، اصلي يا عادل ناوي محمود. حاضر. سكت. انا عايز افهم في ايه؟ في حاجه انتوا مخبيين عليا انتوا الاثنين؟ لا مفيش. طب لعلمك بقى، الاوضه هبيعها، واللي هيخليني امضي بدل ماما همضي بدل حضرتك انت كمان. وابقي اسجنيني بقى لو حبيتي. بقى يا راجل، عايز تدفع 50,000 في اوضة تساوي اكتر من ربع مليون جنيه؟ ربع مليون ايه يا عادل بيه؟ ده كلام تقوله برضو؟ يا سلام. الله، ثم انها حته اوضه لا راحت ولا جت، ولسه لا مؤاخذه عايزه توضيب وتشطيب وتلميع وتجهيز، تكلف لها اكتر من 100,000 جنيه على ما تبقى محل، ويا عالم بعد كده. ايوه معلم، بس مفيش بس ولا حاجه يا راجل، ماشي حالك. منك انت. ماشي،
أنا موافق على 50,000. الله يبارك لك يا سيدي. وأنا جاهز بالفلوس. خلاص يبقى النهاردة بالليل إن شاء الله نيجي نخلص. بس ما تنساش تجيب إخواتك كلهم معاك عشان يمضوا. طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة. الربع مليون قال. قال تيجي تصيده هيصيده. تلعب مع مين أخويا أنت ولا بتاع؟ إيه ده؟ لا ده إنجليزي. يا رسمي! يا رسمي! يا معلم. تعال خد. طلع لي نمرة المعلم باولو من هنا. ها؟ شوف مين يا تامر. ازيك يا تامر؟ ازيك يا عم؟ اتفضل. مساك يا ابو حميد. اهلا اهلا اهلا. ازيك؟ ازيك يا حوده؟ وحشت. اتفضل. اتفضل يا حبيبي. اخباركم ايه؟ ايه في ايه؟ ماما جرالها حاجة ولا ايه؟ لا مفيش حاجة، ماما كويسة والحمد لله. مالك في ايه؟ انت مش عايزني اجي ازورك؟ وحشتني قلت اعد عليك. اهلا يا حوزك يا حبيبي. امال امينة فين؟ امينة راحت الخياطة. احسن. بقول لك ايه؟ عايزك تديني ودانك وتسمعني كويس. اتفضل يا ليلى. ايه ده؟ ده شيك ب 30,000 جنيه. لو عايزه اكتر انا جاهز. انا مش عارفه اقول لك ايه يا حاتم. ما تقوليش اي حاجه يا ليلى. انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا جميل ده عمري ما هنساهولك. ايه اللي بتقوليه ده يا ليلى؟ جميل ايه بس؟ انا ما عملتش اي حاجه غريبه يعني، اي حد في مكاني كان هيعمل كده بالظبط. لا لا ليلى، وبعدين معاك ما تزعلنيش منك. بادي شويه، مامتك محتاجه لك مش محتاجه لدموعك. عندك حق. احاسب بقى ونتوكل على الله. على فين؟ على المستشفى طبعا، عشان ندفع الفلوس. لازم مامتك بكره تعمل العمليه ان شاء الله. هو انت هتيجي معايا؟ ايوه طبعا، اذا ما كانش فيها اي مضايقه ليك يعني. لا ابدا، بس اصل. بس ايه يا ليلى؟ اصل اخواتي ما عندهمش فكره عن اللي حصل، فانا عايزه فرصه بس امهد لهم الطريق. مفهوم. انت زعلت يا حاتم؟ لا ابدا، هزعل من ايه؟ عموما بالنسبه للاتفاق اللي بيننا، انا تحت امرك في اي وقت. اتفاق؟ اتفاق ايه؟ مش واخد بالي. موضوع جوازنا. ايوه موضوع الجواز يعني. يعني ايه؟ يعني الجواز فرحه يا ليلى. مش معقوله نتكلم في الفرحه والجواز وترتيباته وماما هتعمل عمليه بكره. عندك حق. لما الست الوالده تعمل عمليه وتقوم بالسلامه وتخرج من المستشفى نبقى نتكلم في الموضوع ده. يا سعد. ايوه يا استاذ عادل. يا سعد. اتفضل يا باشا. هو فتح السمسار لسه ما جاش؟ لا والله لسه يا استاذ. انت مش مأكد عليه من الميعاد الساعه 9؟ طبعا مفهمه ده. طب امال الساعه بقت كام دلوقتي؟ حوالي 9:05. طب هي بقت 9:30 ولسه ما جاش. طب انا اعمل ايه بس يا استاذ عادل؟ ما زمانه جاي دلوقتي. طب روح هات لي حاجه ساعه. هيبقى ساعه يعني؟ ايوه. طب واحد منهم فيه هنا يا استاذ عادل. يا كل ده يحصل انا ما اعرفش. هو انت بتسال يا محمد؟ معلش كل شيء هيتصلح باذن الله. يا ريت. محمود انا هدفع مصاريف العمليه بالكامل. محمد انت بتتكلم جد؟ طبعا يا محمود، دي امي واللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد. ربنا يخليك يا محمد، انت اخونا الكبير وده العشم. ده واجب عليا برضه. الحمد لله ان انت افتكرت وفقت. السكينه كانت سرقاني زي ما بيقولوا. طيب هروح بقى انا ابشر عادل وليلى، دول اكيد هيفرحوا جدا. وانا باذن الله اول امينه ما تيجي من عند الخياطه هحصلك على المستشفى. ما تحرمش منك. بصي ماما. والله يا عادل بيه انا سالته وتقصت
لقيت ان الاوضه دي ما تسواش اكتر من 30,000 جنيه. نعم 30,000 ايه؟ بقى من 100,000 ل 50 ودلوقتي راجع تقول لي 30. بقول لك ايه، اقعد بس، ما انت عارف ان السوق نايم والحال واقف. سوق ايه وحال ايه؟ انت كده بتخفز من سعر الارض يا معلم. والله الاوضه دي توبها كده، وعلى راي المثل بين البايع والشاري افتح الله. ماشي يا عم فتحي، انا موافق. وانا جاهز وفلوسي جاهزه. امال فين اخواتك التانيين؟ زمانهم جايين، ما تقلقش يا عم فتحي. طيب ممكن بقى لمؤاخذه يعني على ما يوصلوا تمضيلي على الورقه الصغيره دي؟ ورقه ايه؟ كلمتين يعني كده، اجراء روتيني. ايه ده؟ انت عايز تمضيني على الورقه دي؟ تمضيني على ورقه مكتوب فيها ان انا مضيت بدل امي؟ ده تزوير. انت عايز توديني في داهيه؟ لا ابدا، دي حاجه بسيطه. ايه رايك بقى ان انت راجل مستغل ومفتري ومعندكش دم كمان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله يا رسمي، الله يخرب بيتك يا رسمي. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ جدع الحرامي ده اللي اسمه فتحي السمسار. فتحي؟ احكي لي ايه اللي حصل؟ حرامي نصاب ومزور كمان. قال ايه؟ البيع قاعد يساوم فيا ويفاصلني لغايه ما وصل سعر الاوضه 30,000 بس. معقوله؟ 30,000؟ ويا ريت كده وبس. انا عايز يمضيني على اقرار ان انا مضيت مكان امي. اوعى تكون عملت الحكايه دي؟ يا راجل عملت ايه؟ وانا مجنون؟ عشان يفضل يهددني طول العمر بالاقرار ده وفي اي لحظه يدخلني السجن؟ الحمد لله كويس ان ده حصل. اشمعنى يعني؟ مش هتصدق. ايه؟ محمد هيدفع مصاريف العمليه كلها. نعم يا اخويا، محمد هيدفع مصاريف العمليه كلها. ابقى قابلني هتشوف. انت اللي هتشوف. وادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، حطوا هنا مع اخواتكم. معلش. كده يبقوا 15 باكو، كل باكو ب 10,000 جنيه، يعني ال 150,000 اللي متفقين عليهم. معلش يا حبيبي، ربنا يعوضك يا رب. ربنا يعوضنا جميعا. تشكر يا حبيبتي. عسوم، اوعى تنسى الشبح اللي وعدتني بيه. شبح؟ انا هجيب شبح بس؟ ده انا هجيب شبح وعيون وحواجب. يا الوقت ازف، احسن اتاخر. يلا. لا اله الا الله، محمد رسول الله، ربنا يوفقك. ايه ده؟ زي ما انت شايف، شيك ب 30,000 جنيه. ايوه جبتيه منين؟ من حاتم. حاتم؟ وايه اللي فكرت بيه دلوقتي؟ انا اصلي ما كنتش عايزه اقول، لان ما كنتش واثقه انه هيسلفني المبلغ ده كله. يسلفك؟ ايوه، وحاتم هيسلفك مبلغ كبير زي ده بصفته ايه؟ بصفته خطيبي. خطيبك؟ ايوه، بس انت سبتيه من زمان. رجعت له تاني من غير ما نعرف؟ اديك عرفت. ايوه بس انت كده بتلعبي على الراجل لعبه مش كويسه. تقصد ايه؟ اقصد ان انت عارفه وانا عارف انك مش هتستمري معايا. انت عارف كويس قوي ان انا مش ممكن افكر بالطريقه دي. يعني ايه؟ هتجوزه فعلا. تتجوزيه؟ ايوه، انا مستعده اعمل اي حاجه في سبيل ان ماما تعمل العمليه وتقوم لنا بالسلامه. نعم نعم يا حبيبي، سمعني كده، كنت بتقول ايه؟ بقولك ان انا فكرت وقررت ان انا ادفع مصاريف العمليه بالكامل. من امتى بقى ان شاء الله؟ من دلوقتي يا امينه. ده اللي كنت عامله حسابه، سبتك شويه قعد معاك اخوك قعد يسخنك. بالعكس، اخويا نبهني لحاجات كتير قوي 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 كانت غايبه عني. زي ايه بقى ان شاء الله؟
صحيح انا اكبرهم سنا، لكن حسيت ان انا اصغرهم، اقل واحد فيهم شأنا. اشمعنى؟ عادل كان هيزور اوراق رسميه عشان خاطر امه، وليلى كانت هتضحي بمستقبلها وتتجوز واحد ما بتحبوش عشان خاطر تعمل العمليه، وانا هذا الاخ الكبير اسما الاخ الكبير واقف متكتف مش عارف اعمل حاجه، قاعد اتفرج عليهم لان واحد غريب في وسطيهم. عارفه ليه؟ عارفه ليه يا امينه؟ تردي ساكته ليه؟ ردي. لا ليه؟ عشان ما كنتش عايزه ازعلها. اللي كنت خايفه منه لقيته، جه قعد معاك شويه وعمل عليك الحبه بتوعه ورمالك الكتكوت على الارض، وانت من هبلك وخيبتك وطيت عشان تجيب الكتكوت. كتكوت ايه وبيضه ايه؟ بره امشي، اطلعي بره. لا 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 معلش يا حبيبي، دي شقتي انا، انت اللي تطلع بره. خذي. تضربني يا محمد، تكسر رقبتي كمان. طلعني لو راجل، طلعني. انت طالق، طالق يا امين. اهلا يا كابتن. اهلا اهلا يا ابو الكبات، اتفضل. ايه اتاخرت ليه؟ يعني الطريق كان زحمه شويه. ده انا افتكرتك مش جاي. معقول يا راجل؟ ده بيزنس، وبيزنس از بيزنس، مش كده ولا ايه؟ كده. ويا ترى جبت الامانه؟ في الحفظ والصون. 15 باكو، كل باكو ب10,000 جنيه، ورق من ابو 50. من فضلكم بهدوء من غير شوشره. ايه في ايه؟ اتفضلوا معانا. والله وطبيت يا كابتن. وانا اللي مرضتش اعملها معاك يا عادل، اخص عليك. حاضر يا حبيبتي، خلاص سكت اهو. لو سمحت اتفضل. طب ممكن اقعد معاها شويه بس؟ لا معلش، عشان ترتاح. الحمد لله نقدر نقول دلوقتي ان العمليه نجحت. الحمد لله، هي ما انت كريم يا رب، وان شاء الله هتفوق من البنج امتى يا دكتور؟ على الاقل مش قبل 10 ساعات. انت
تمام. حالتها مطمئنه يا دكتور؟ الحمد لله الحاله مطمئنه مستقره ومفيش اي مشاكل. الحمد لله تمام مظبوط. بس هتفضل عندنا هنا 10 ايام او اكتر لغايه ما نطمن مفيش اي مضاعفات. مش مشكله، بس المهم ان تبعد عن اي توتر او اي انفعال في الفتره دي. تمام مظبوط. سلام عليكم. سلام. مش بيت يا اختي، انت عامل فيها كده ليه يا اولاد؟ يا دي مصيبه. معلش حقك عليا، اعصابنا تعبانه خالتي، ما تزعليش. معلش يا خالتي، لما نروح البيت بزغرتي زي ما انت عايزه. فين محمد بيدفع بقيه الحساب تحت. سبحان الله، حد كان يصدق ان محمد يعمل كل ده؟ عمل ايه يا ليلى؟ ها عمل ايه؟ صمم يدفع مصاريف العمليه بالكامل، ومحدش فينا ابدا يدفع ولا مليم. وماله يا حبيبتي؟ ده واجب عليك، مش ابنها الكبير. اه اصلا علي يا اولاد، ما تقولولي. اصل انت مش عارفه حاجه خالص. طب عرفني يا اخويا انت يا فاكر. محمد ده ما كانش عايز يدفع ولا مليم من اصله، ولا يساهم في العمليه خالص لولا اللي حصل. هو ايه اللي حصل؟ ما تفهموني يا اولاد، هي ايه العباره بالظبط؟ انا اقولك، محمد طلق امينه. يا خبر ابيض، طلق امينه؟ طبعا، ولولا كده كان عمل اللي عمله. دي كانت مأسياه علينا كلنا، حتى على ماما. دي ما كانتش عايزاه يجي يزورها في المستشفى. يا خبر، للدرجه دي؟ واكتر من كده كمان. خلاص تستاهل، دي حتى امينه طول عمرها لسانها طويل وحشريه. اتفضل. متشكر اهو. في اي مصاريف تانية؟ لا حياتك، فلوس العمليه كده كلها اتدفعت. عموما اي حاجه، نصريات، ادويه، ممكن حضرتك تتصلي بيها في اي وقت. السلام عليكم. عليكم السلام. يخيبك يا محمد، بقى طلقت امينه؟ اوه يا خالتي، افتكر ان حاجه عدله بقى. طب والولاد؟ مالهم الولاد؟ قاعدين عندها، وكل اول شهر ابعت لهم مصروف. انا شايف يا محمد ان انت تسرعت في الطلاق ده. بالعكس بقى، انا شايف ان هو اتاخر فيه قوي. وجهات نظر. انا شايف بقى انه كفايه كده قوي، 10 سنين هم وغم وقله ادب. حاسس كنت في سجن. يا ساتر. هحضر لكم العشاء. لا، مفيش داعي للعشاء، انا لازم اروح. طب ما اتباتي النهارده عندنا يا خالتي. يا ريت يا حبه عيني، يا ريت، بس انت عارف انا سايبه العيله لوحده. طيب هنزل انا اوصل خالتي. ماشي. لا مفيش داعي. معقوله؟ ده انت تعبك راح يا خالتي. اتفضلي. قولي يا محمود، هي ليلى سابت حاتم ليه؟ مع انه كان عريس لقطه وزي الفل. لا ما هم رجعوا لبعض تاني. والله؟ بس انا يعني مش شايفه دبله في ايدها اليمين ولا حاجه. ما هو الموضوع يعني فيه كلام واخذ ورد، يعني هياخد له شويه وقت. والله فرحتني يا محمود. بصراحه خالتي حاتم ده طلع انسان اصيل قوي ويستاهل كل الخير. عمل ايه؟ ها عمل ايه؟ لا ما انا اقول لك بقى بعدين. الموضوع ده موضوع يطول شرحه يا خالتي. يلا بينا. طيب يلا. رشوه، بعد كل اللي عملته معاك يا استاذ عصام جاي تعرض عليا رشوه؟ اخص عليك اخص. ماله الطريق الحلال؟ ماله الطريق المستقيم؟ لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. Thank you.